ايوه ستك. يوه انت هتفضلي بحلقي لي كده ولا ايه؟ حاضر ستي. انور ودي يا ستي.
اهلا يا وجد، ما كنتش اعرف ان موعدك مظبوط. لو ما كانش السيناريو عجبني ما كنتش جيت خالص. حقيقي عجبك يا استاذ؟ اجري يا شاطره هات لنا حاجه نشربها. حاضر. عن اذنك يا ستي. اتفضل. اتفضلي يا مدام اسيا. ميرسي. انا مبسوطه ان السيناريو عجبك، بس ليه شويه ملحوظات كده بسيطه لله بركات ما ياخدهاش بحساسيه وافتكرها ملحوظات مخرج. ما تخافش انا هفهمه انها ملحوظات ممثل. ويا ريت اشوف الوجه الجديد اللي قلتي لي عليها، اصل الدور صعب قوي على بنت جديده انها تعمله. انا واثقه ان صباح هتعمله كويس. صباح مين؟ انت مش قلتي لي جنات؟ ما ده الاسم الفني اللي احنا اخترناه لها. صباح والله مش بقى. العصير يا سيدي. وبعدين بقى بطلي هزار يا صباح. صباح؟ هي دي صباح؟ فرصة سعيدة يا أستاذ. مدام آسيا هنتكلم بعدين. أنور في حاجة؟ مفيش حاجة. استنى يا أستاذ. بعدين. وأنا عملت حاجة غلط؟ أنت عارف إني مع آسيا داغر في فيلمها الجديد؟ تبقى هي اللي بعتك دلوقتي. يا أخويا لما أنت فاتك قوي كده، اعتذرت ليه عن الفيلم؟ جرايا يا إسماعيل، أنت ما شفتش البت الجديدة اللي جايباها تمثل قصادي شكلها إيه؟ دي كبيرها قوي شغاله عند اسيا داغر، وقال ايه اسمها هيبقى قبل اسمي في تتر الفيلم. ما تنساش يا وجد انها اول بطوله ليك مع اسيا داغر. يا سلام، وبالنسبه لها هي ايه البطوله العشرة؟ انت لو معاك ممثله كبيره والفيلم نجح الناس هيقولوا ايه؟ هيقولوا نجح بسببها، لكن مع البنت دي هيبقى نجح بسببك انت. طب ولو فشل؟ هيبقى بسبب الوجه الجديد طبعا. لا يا عم سمع، انت بتقول كده عشان تمشي الفيلم وخلاص، تلاقي اسيا داغر رفع لك اجرك شويه. انت عارف ان اسيا داغر بتدينا فلوس اقل من بقيه المنتجين، لكن بناخد معاها فرص اكبر. وعلى فكره بقى انت اذكى من انك ترفض فرصه زي دي. برضه هتقولي فرصه؟ ايوه فرصه، لاول مره هتبقى بطل في فيلم مش من اخراجك، يعني هترد على الصحفيين اللي بيقولوا ان انور وجدي محدش بيشغله غير نفسه. اشكرك، سكوتك ده انقذ حياتك وحياتي. في عرضك، خد اللي انت عايزه بس سيبني. اخد اللي انا عايزه؟ لا لا لا، انا مش بتاع حاجات زي دي. ليه؟ هو حضرتك مش حرامي؟ لا لا ابدا مش حرامي. امال ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا اسمتي، الظروف، الهوى. الهوى؟ برافو يا صباح، بقيتي هايله. يا رب بقى في التصوير تبقي زي البروفا كده. ان شاء الله يا استاذ هكون في التصوير اجمد من البروفا كده. يلا يا جماعه نصور. انت اتفضل يا استاذ، لسه ما حطيتش الورد، لو سمحت حطه. جاهزين يا اساتذه؟ جاهزين يا استاذ. بس اتفضل. يلا يا صباح. يلا يا استاذ بركات اتفضل. سكوت، هنصور. 22 شوت واحد اول مره. اكشن. انت عايز مني ايه؟ سيبني أرجوك سيبني. أنا مش حرامي صدقيني. أمال أنت مين؟ أنا أنا دعية بريئة. طب حد يحفظ الحوار يا أستاذ وجدي؟ حالا يا أستاذ. إيه يا أستاذ أنور ده كلام؟ ما تحفظ الحوار اتفضل. أنا حافظ يا عباس، بس اتلخبطت بس شوية. اطمن يا أستاذ كلنا معاك ما تخافش. نعم يا أختي. سكوت، تصوير. مشهد 22 شوت واحد تاني مرة. أكشن. انت عايز مني ايه؟ سيبني ارجوك سيبني. انا مش حرامي صدقيني. امال انت مين؟ انا ضحيه بريئه لعبت بيها الظروف و وانا مع القدر. ستوب. طالما مش حافظين يا اساتذه بنصور ليه؟ انا في اوضتي لغايه لما تحفظوا. اشكرك، بسكوتك ده انقذتي حياتك وحياتي. في عرضك، خد اللي انت عايزه بس سيبني. اخد اللي انا عايزه؟ لا لا لا، انا مش بتاع حاجات زي دي. ليه؟ هو حضرتك مش حرامي؟ لا 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 ابدا انا مش حرامي. امال انت جاي هنا ليه؟ اللي رماني هنا اسمتي، الظروف، الهوى. الهوى؟ ايوه الهوى. انا هشرح لك كل حاجه. انا مش حرامي، انا ضحيه بريئه عصفت بيها الظروف ولعب بيها القدر. كنت العب بالفلوس لعب، مياد ولوفات، رجلي دي ما كانتش تلمس الارض ابدا، خيول، عربيات، خدم، حشم، دنيا. اه يا دنيا، اه يا دنيا. وفي ليله هو
هما دول ثلاث مشاهد اللي اتصوروا في الفيلم لغايه دلوقتي. انا وبركات جمعناكم النهارده عشان تقولونا رايكم قبل ما نكمل تصوير. ها ساكتين ليه يا جماعه؟ ايه رايك يا استاذ رياض؟ معقول انطوان بيه جميل يبقى وسطينا واتكلم قبله؟ انا شايف ان كان لازم تستنوا عليها شويه قبل ما توقفوها قدام الكاميرا. استاذ احسان شايف كده برضو؟ اسي هانم، ضميري خليني اقول الحق، الفيلم بالبنت دي هيكون على كف عفريت. من جهتي انا شايف انه صباح رح تكون مفاجاه كتير كبيره بلبنان ومصر. طبعا انت لازم تقول كده عشان انت موزع الفيلم في لبنان. يعني ايه يا استاذ رياض؟ رايك من راي الاستاذ انطوان واحسان؟ اعتقد ان ده راي الاغلبيه يعني. ايوه بس ده ما كانش رايك لما لحنت لها اول اغنيه في الفيلم. انا قلت صوتها ضعيف ممكن يقوى شويه بشويه، وبعدين ما كنتش لسه شفتها بتمثل. طب وبعدين يا اسي هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه. يعني بدك ايانا نوقف بعد ما بلشنا؟ مش معقول نكمل تصوير بعد ما الادباء والصحفيين قالوا ان صباح هتوقع الفيلم. ايوه بس دول مش كل الادباء والصحفيين. لو كان رايهم ما يهمناش ما كناش سالناهم من الاول. انا بضمن لك بيع الفيلم بلبنان وسوريا. ده ما يغطيش ربع التكلفه. يعني عايزانا نوقف الفيلم بعد كل اللي صرفتيه عليه واللي صرفتيه على صباح نفسها؟ الخساره دي محتمله، لكن اكتر من كده هتكون نهايتي. افلام كتير رفضوها الصحفيه، لكن بعدين نجحت نجاح كبير مع الجمهور. لكن ما كانتش بوجوه جديده. جريه يا اسي، انت طول عمرك بتغامري بالوجوه الجديده، ايه اللي حصل لك المره دي؟ مش عارفه. الكلام اللي سمعته النهارده من الصحفيين كنت حاسه بيه من الاول. كنت حاسه بيه وعماله اكدب نفسي. ويا ترى بقى هتقدري تقولي لصباح انك ما تنفعيش بطله؟ وهتفهميها انك كنت غلطانه لما اخترتيها عشان تتولد على ايديكي؟ أيسر هو الوحيد اللي يقدر يقوم المهمة دي. بعتذر، شوفي لك رجال غيري، بدك تحكمي عليا بالإعدام وبدك أنا نفذ الإعدام؟ فضلت أتصل بيكي طول اليوم امبارح ويقولوا لي مشغولة مش هتقدر تكلمك. هو أنا فعلاً كنت مشغولة. أنا مش فاهمة ليه لغينا التصوير امبارح والنهاردة ومحدش عايز يقول لي هنكمل إمتى. بيظهر إننا هنوقف شوية. هنوقف؟ هنوقف ليه؟ يعني محتاجين نفكر من جديد قبل ما نكمل الفيلم وما ينجحش زي ما احنا عايزين. مدام آسيا، أنا عملت حاجة زعلتك مني؟ لا يا صباح، أنا مش زعلانة منك بصراحة. أنا عرضت المشاهد اللي صورناها لبعض الصحفيين والفنانين اللي بثق برأيهم، معظمهم شايف انك لسه شويه عليك، ان الجمهور مش هيصدق الفيلم وانت بطلته. انا يا صباح لسه مقتنعه بيكي، بس انا شايفه اننا لازم نستنى عليكي اكتر، عشان كده ما رضيتش اديكي دور تاني في نفس الفيلم، ما حبيتش احرقك قبل ما اقدمك كمان سنتين ثلاثه في دور البطوله. يعني شو بنفهم من هذا الحكي يا منيره؟ الحلم اللي كنا مفكرينه رح يتحقق فجاه انقلب كابوس، ونحن يا غافل ما قالك الا الله. يعني شو ما بقى في فيلم ولا شهرة، والدجاج اللي بدها تبطلنا ذهب شو؟ طارد؟ أنا مش فاهمين كيف آسيا داغر رجعت بكلامها. ولك شو ترجع بكلامها؟ ولك شو هي العبولات؟ أنا تركت لبنان وجيت لهون جرركن وراي مش لحتى أتشرشح وأتبهدل. آسيا داغر قالت إنه حضرتك رفضت تكتب على نفسك بند جزائي، قامت هي كمان ما كتبت على نفسها بند جزائي، يعني ما في شيء بيلزمها تكمل الفيلم أو حتى تدفع لنا بقية مصرياتنا إذا ما كملته. يعني شو نخرب بيتنا ورح نرجع نشحت بالشوارع؟ وطي صوتك يا جورج، هلا البنت بتسمعك. لك ما انا بدي اياها تسمع، خليها تعرف شو عملت فينا بركضه ورا السينما والشهره. حرام عليك، هي شو ذنبها بس؟ من وقت ما رجعت من عند آسيا داغر لا بتاكل ولا بتشرب ولا حتى قدرة تفتح تمها. لك الحق مش عليكم، الحق علي أنا الحمار، أنا اللي سمعت كلامك، رح نتمرمغ بخيرة يا جورج، اتمرمغي لشوف. لوين رايح؟ رايح لعند الست آسيا شوف لي حل معها. العقد اللي بينا واضح، أنا من حقي أتراجع عن إنتاج الفيلم في أي لحظة. اللي بتريديه يا مدام، بس نحن ما أخذنا إلا 50 جنيه من المية وخمسين اللي اتفقنا عليهم. أنا صرفت على صباح أكتر من المية جنيه اللي جاي أنت تطلبني بيهم. احكي لك كلمة أستاذ بركات. أنا آسف يا أستاذ جورج، آسيا هي اللي خدت القرار وهي اللي مسؤولة عنه. يعني شو خلاص يا مدام،
يعني ضعنا بيهون عليك انه جينا من لبنان ونرجع تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي؟ يكون بعلمك يا مدام انه القانون بيناتنا وهو اللي راح يرجع لي حقي، وبعدين مش قد الانتاج ما تبقي تمشي كمان. آسيا هي اللي خدت القرار وهي المسؤولة عنه. أنا قلت اللي في ضميري. أنت فعلاً أذيت الصباح وأذيتينا كلنا. أنت ما بتسمعيش غير صوت نفسك بس. يا ست أنت ما بتاخديش رأيي في أي قرار مهم، حتى لو خدتيه ما بتنفذهوش. أنت ناقص صرف عليا قضية زي جورج. من حقي يا هاني ما أفكرك إن أنا مخرج الفيلم، وإن رأيي كان أهم من كل الآراء اللي أنت سمعتيها. أنا اللي اخترتك عشان تخرج الفيلم. بس مش أنت اللي عملتيني مخرج يا ست هانم. أنا سبت أفلام كتيرة كانت معروضة عليا عشان أخرج لك فيلمك ده. عن إذنك يا هانم. خلص بكفي بكي يا صباح. ما بقى طول الصباح صرت أكره هالاسم. هلا صرت تكرهيه؟ ما طول عمرك بتحلمي فيه. ما بقى بدي أصدق حدا. كل الناس عم تكذب علي. بتتذكري جد لويس شو كان يقلنا؟ ما يعمل يعمل للخير. وين بده يجي الخير بعد كل اللي صار؟ معه حق بي لما قال لأمي هيدي البنت ضاعت وضيعتنا معه. خلص حبيبتي خلص. خلص حبيبتي خلص خلص. آسيا داغر ما معقول تفهم أكثر مني. بعدين أختك ما رح تصير نجمة بحياتها. تليفون لك يا صباح. ما بدي رد على حدا. مش لما نعرف أول شيء مين عم يتصل؟ واحد عم بيقول اسمه حسين صدقي. حسين صدقي الممثل؟ ما بعرف، هو قال حسين صدقي وبس. الو صباح معايا؟ ايوه يا ستي انا حسين صدقي الممثل. كنت عايزك في موضوع مهم قوي. لا مش هينفع في التليفون. هتجيلي بكره في مكتبي الساعه 5. هبعت لك العربيه تجيبك من البيت وتبقى ترجعك تاني. مع الف سلامه. اديني يا عباس يا كامل اللي لحقتها قبل ما ترجع بلدها. وشرفك يا استاذ حسين، مش هتندم ابدا. صباح دي بنت مدهشه نقطه، وما يصحش ان حضرتك تضيعها من ايدك. بس يا ريت لو تسمح بلاش حد يعرف ان انا اللي نصحتك تجيبها وياك في فيلمك، لحسن اسيا لو عرفت مش هتفوت لي الخبر ده ابدا. سهلا، شرفت ونورت. هيدا نورك يا استاذ حسين. صراحه يا استاذ حسين انا ما شفتك بتمثل قبل كده يعني، بس بسمع عنك كل خير. يعني صباح قالت لنا انك عايزها بموضوع مهم. قلت لها كمان ما بينفع الحكي على التليفون. واضح انها نقلت لكم المكالمه بالحرف الواحد. هو انا ليا مين غيرهم انقل لهم المكالمات اللي بتجيني؟ انا عرفت ان اسيا قررت تستغني عن صباح. يا فضيحتنا، البلد كلها عرفت ولا شو؟ ما تزعليش يا مدام، اسيا معروف انها متردده، وانتوا للاسف رحتوا ضحيتها. ضيعت لنا مستقبلنا يا حسين بيك. ما تخافوش انا هنقذ الموقف. ازاي يا استاذ؟ هاخد صباح معايا في اول الشهر. رح تاخدها لوين اول الشهر؟ اول الشهر ده يبقى اسم الفيلم الجديد اللي بحضر له دلوقتي. الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطرنا. هو حضرتك شفتني وانا بمثل؟ شافك صديق ليا كان شغال معاكي في الفيلم وتحمس لك جدا. يبقى مين ده؟ ما اقدرش اقول لك دلوقتي، انما هتعرفوه بعدين. صراحه يا استاذ حسين انا ما عنديش مانع انه صباح تشتغل مع حضرتك يعني، بس ممكن تقلي قديش بدك تدفع لها اجار؟ انا عمري ما اختلفت على الفلوس. ده سيناريو اول الشهر يا صباح، هنقعد تاني بعد ما تقريه. اهم حاجه ان قعده النهارده تفضل سر بينا لغايه ما تخلصوا مع اسيا وتيجوا تمضوا معايا. موزع لبناني صديقي قال لي انه حسين صدقي رح يعطيه نسخه الشام تيبيعها من فيلم اول الشهر. هو اللي انا عارفاه انه الفيلم ده واقف من فتره عشان مش لاقي له بطله. لقى له اخيرا. مين؟ صباح. انا اتاكدت من هالمعلومات بنفسي.
هو حسين صدقي واقف لي على الوحده مش عايز يطلعني من دماغه؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ مش خلاص سبت صباح وقلت ما تنفعش؟ يعني لكن برضو ما يصحش نخطف الممثلين من بعض. ما تقولي بصراحه انك متغاظه منه عشان طلع اجرأ منك. ايه يا بركات؟ انت جاي تتخانق وخلاص؟ روقوا يا جماعه، مش وقت خناق هلا، لازم ناخد قرار وبسرعه. هو بصراحه انا انت شو آسيا؟ ما تكوني مخبيه شيء عنا وما بدك تقوليه. هو بصراحه انا امبارح اجتمعت مع مدير سينمات نص البلد مسيو ستافرو ووريته ثلاث مشاهد اللي احنا صورناها مع صباح، ولقيته معجب بيها جدا وقال لي انها هتكون مفاجاه للجمهور كله. الحمد لله، يعني مش انا بس اللي قلت كده. بصراحه انا بقيت محتاره مش عارفه اصدق مين. صدقيني انا وبركات، وتصدقي مسيو ستافرو، يعني حسين صدقي معقول يكب مصرياته هيك؟ يا ريتهم سمعوا كلامي من الاول لما قلت لهم البنت دي ما تنفعش. يا عم دي كانت هتاكل الجو منك. تاكل الجو من مين؟ تصدق انا غلطاني بتكلم معاك بلسانك الزالف ده. اهو لسان الزالف ده هو اللي هيخليك مش هتسمع الحقيقه غير مني. انا مش فاهم انت ليه متحمس للبنت دي لغايه دلوقتي. مش انا بس، حسين صدقي هو كمان متحمس لها. خلاص ياخدها يشبع بيها في فيلمه ونجيب احنا واحده ثانيه لفيلمنا. القلب له واحد مش هينجح غير بصباح. وعلى فكره بقى، لو اسيا داغر رجعت في كلامها وخلت صباح تعمل الفيلم، هتشوف بعينيك الناس اللي كانت بتهاجم صباح وهم بيرجعوا في كلامهم وبيمدحوا فيها وكانهم هم اللي قدموها واكتشفوها. امرنا لله، هينا رح نمزق العقد اللي بيناتنا ورح نبلش عن جديد هون وهوني. تعرف انك صعبت علي. كتر خيرك. يعني شو رح تدفعي لنا تعويض على اللي عملتيه فينا؟ لا، ناوية أجمد قلبي وأعمل الفيلم بصباح. طيب مش حضرتك قلت إنه صباح لسه ما تنفعش ولسه صغيرة على البطولة؟ وديني يا سيدي رجعت في كلامي. لك شو نحن تحت أمر جنابي؟ شو بدك بالضبط؟ شوف يا بنت الناس، مثل ما فتنا بالمعروف بنطلع بالمعروف. بتشيل الكونترا تبعك والكونترا تبعي ومنمزقهم قدام بعض، ويا دار ما دخلك شر. والخمسين جنيه اللي خدتها مني؟ ما فيش عربون بيرجع يا مدام. غريبة، هو مش حسين صدقي اللي ادالك الخمسين جنيه عشان ترجعهم لي؟ حسين صدقي؟ فاكرني نايمة على وداني؟ يعني هو يعرف اني ناوي استغني عن صباح، وانا معرفش انه هو قاعد معاكو واتفق معاكو على كل حاجة. شوفي من الاخر يا مدام، ما تحلمي انه في مليم احمر بيطلع من جايبتي وبيرجع لحضرتك. ومين قالك اني عايزاك ترجع لي العربون؟ احنا هنكمل الفيلم بصباح وحنكمل العقد بنت بنت زي ما اتفقنا عليه. خي غايمة ونزاحت. لك يا غايمة، هيدي مصيبة نزلت على راسنا كلنا. والله ماني فهمان كيف بدك ترجعي تشتغلي مع آسيا غير بعد ما غدرت فيك. ما غدرت ولا شي يا بيي، عندها مشاكل ونحلت. والحمد لله رح نصور الفيلم ويا دار ما دخلك شر. أنا مش مطمن للست آسيا. اللي بيغدر فيك مرة ممكن يغدر فيك مليون مرة. أنا قريت فيلم أول الشهر تبع حسين صدقي وما عجبني أبداً. وأنا عجبني كتير. ما بكفيك إنه رح يدفع لنا 70 جنيه زيادة عن آسيا داغر؟ لحظة شوي، كيف حسبتهم وطلعوا معك 70 جنيه؟ كيف حسبتهم؟ ال 50 جنيه اللي أعطاني إياهم مش رح ردهم لآسيا داغر، وال 20 جنيه اللي رح يزيدوا لنا إياهم على كونتراتو. بس أنت هيك حسبتها غلط. ليش غلط؟ 50 و20 ما بقوا يعملوا 70 بهالايام؟ بلا بيعملوا 70، بس اذا فشل الفيلم بكون انا انتهيت، ما بعود ولا مخرج ياخذني على فيلم تاني. طلع لقدام يا جورج، انت ما بتطلع ابعد من منخارك. صباح ناطرها خير كتير كبير، بس نحن لازم نعرف نشتغل صح، ولازم نحط عيننا على الفن قبل ما نحطها على المصاري. اللي كنت خايف منه حصل يا عباس. اسيا عرفت اني هاخد صباح معايا في الفيلم، قامت رجعت في كلامها وهتكمل الفيلم بيها بالعند فيا. وشرفك منى اللي بلغتها، وظني ان الحكايه دي مش عندي فيك ابدا. امال ايه؟ نامت وصحت فجاه شافت صباح بعين تانيه غير عينيها؟ لا، هي الحكايه ان اسيا كان عليها ضغوط كتير خالص، ويظهر انها ما لقيتش حد يلعب الدور غير صباح. انا كمان مش لاقي حد غيرها يقوم ببطوله اول الشهر. يا سيدي اعتبر نفسك ما شفتهاش من اصلا. بس انا شفتها فعلا، ومن ساعتها مش عايزه تطلع من دماغي. كان الفيلم مكتوب علشانها، مع انه مكتوب من قبل ما اعرفها. شوف يا استاذ حسين، أنا لجأت لك لما تأكدت إن آسيا ناوية تتخلى عن صباح، لكني أؤكد لك دلوقتي إن هي مش هتفرط فيها أبداً. يبقى أنا أدور على سيناريو تاني غير أول الشهر. معقولة دي؟ طيب وأول الشهر؟ الله أعلم، يمكن أقدر أعمله بصباح بعد كده. تعرف إن حكايتك دي أثرت فيا خالص، تمام زي الرواية اللي بقراها. رواية إيه؟ روميو وجولييت؟ لا، بؤساء. البؤساء؟ لا مفيش بؤساء دلوقتي ابدا،
مش ممكن يكون في حد بائس طول ما انت موجودة. طب يا أخي كل دلوقتي خلاص شبعت، إلهي يعمر بيتك. ستوب! برافو يا صباح، هايلة هايلة. يا سلام، أنا مش عارف بس أنتوا بتجيبوا منين اللي بقى الصغيرة دي. أنت عرفت قالوا لي إيه؟ إيه؟ قالوا لي ما تاخديش غداكي مع إسماعيل ياسين عشان عقبال ما تاكلي لقمة هيكون هو خلص نص الطبق. وطبعاً أنت ما صدقتهمش وصممت إنك تاكلي معايا أهو. لا، صدقتهم وقلت لهم هاتوا لي أكل في طبق لوحدي. يو؟ إزيك يا أستاذ بركات؟ أهلاً يا واد. أنتوا هنا وأنا عمال أدور عليكوا. يا أخي ما أنت عارف إني ما بعرفش آكل لوحدي. اسمع يا استاذ، طالما انت قاعد مع سمعه هنا تاكل في طبق لوحدك. ايه ده ايه ده ايه ده، انت ناوي تبوظي لي اصحابي ولا ايه؟ اه. الفنان الكبير يوسف وهبي، شو بيعني بالنسبه للنجمه نور الهدى؟ يعني بالنسبه لي هو استاذي، هو اللي اكتشفني، بي، امي، وكل الناس اللي بحبهم بهالدنيا كلها. طيب السؤال الاخير، هل انت سعيده لكونك النجمه اللبنانيه الاشهر التي تلمع في سماء مصر؟ مش بس أشهر نجمة، أنا النجمة اللبنانية الوحيدة اللي عم تلمع بسما مصر. بس يا ست نور، هلأ في صباح معك على الساحة. صباح؟ أنتو خلص دغري عملتوها نجمة قبل ما تشوفها أول أفلامها وتقدروا تحكموا عليها؟ على كل، أنا استمتعت كتير بالحديث معك ست نور، وإن شاء الله الحديث هيدا اللي عملناه رح ينزل على صفحتين بالعدد الجاي. ميرسي كتير أستاذ بديع. على فكرة البابا عايزمك لعنا الليلة على العشاء، رح يكون في نجوم كتير بتقدر تاخد منهم أحاديث صحفية. رح تكون فرصة سعيدة، بس يمكن اتأخر لأنه عندي حديث مع صباح عن أول أفلامه. أنت كيف تدعي أنك صديقي وتروح تعمل مقابلة مع فنانة منافسة إلي؟ بس يا ست نور، صباح مثلنا لبنانية. بعتذر منك، إذا بدك تحافظ على صداقتنا وعلى الأخبار الفنية اللي بعطيك إياها أول بأول لازم تنسى موضوع صباح نهائيا. صراحة ست نور، عم تنسي أنه أنا صحفي شاب وبداية حياتي ولازم تكون علاقتي منيحة مع كل الفنانين. أنا قلت اللي عندي، ما بعتقد رح تخسرني كرمال الممثلة الجديدة الكل متوقع على الفشل. مع السلامة. مع السلامة. عفوا، التليفون فين لو سمحت؟ ألو، مرحبا صباح، أنا بديع سرباي. يمكن اتأخر اليوم شوي عن موعدنا، عندي حديث صحفي مع نور الهدى بدي نزله بالعدد الجاي. عندي إحساس رح تكون صحفي مشهور يا بتاع مجلة الحائط. دخيلك تسلم لي عن نور الهدى وتقلها أنا معجبة فيها كتير. هلأ صحيح ما تقابلنا ولا مرة، بس معجبة كتير بأفلامها وبفنة. طيب شو رأيك رح كون عندك بالوقت المحدد وما رح تأخر ولا ثانية؟ تسلم لي عينك. معلي يا ست نور، ما رح اقدر ادفع ثمن العشاء الليله. طبهو، قول لي ايه المفاجاه المحضرها لي يا رؤوف. لا ابدا مش هقولك. يا كذاب، ضحكت عليا. عايزيني اقولك؟ ايوه. طب واحده كمان هنا. ولا نص واحده. وانا كمان ولا نص كلمه. ابعد عني، انا مخصمك مش هكلمك. على كيفك سعاد. نعم. لا انا ما بكلمكش. طب نصطلح وتقول لي؟ ايوه مصالحة. لا نصطلح من هنا. قول لي. طب اقول لك ازاي؟ بتبقى مفاجأة ازاي لو قلت لك؟ كمان كدبت عليا، انا مخصمك مش هكلمك، انا مش هستنى معاك، انا خصمك خصمك. برافو برافو يا صباح. الفرح بيجري ورانا وحبيب القلب جانا.
قلنا كلنا ان احنا كنا غلطانين لما قلنا انه لسه بدري عليكي والفيلم مش هينجح بيك. ربنا يخليك استاذ انطوان، الرجوع للحق فضيله. بصراحه انا الوحيد اللي ما كنتش خايف. بس برضو ما كنتش تتوقع النجاح ده كله. في دي معك حق. عموما يا صباح انا صالحتك، عملت لك روبورتاج هايل عنك وعن نجاحك في الفيلم وهينزل في العدد الجاي. ربنا يخليك ليا. ايه يا استاذ احسن، وانت ناوي تصالحني بايه؟ انا بكتب روايه اليومين دول، هخليك تقومي ببطولتها في السينما. حقيقي يا استاذ؟ ده شرف كبير ليا. اعتبرني اشتريت الروايه من دلوقتي. بس ان شاء الله الدور يكون لابق لصباح. هيكون مناسب لصباح، انا كتبت الروايه دي بايحاء من صباح. عيني يا عيني، امال انا ما حدش كتب لي روايات ليه لحد دلوقتي؟ يا رب وعدنا. بركات، انت ليه قاعد لوحدك؟ ليش مش قاعد مع بقيه النجوم والست اسيا؟ ابدا مفيش حاجه، كان في صحفي بياخد مني كلمتين. وبعدين انا خلاص يا مدام دور انتهى، ده وقت الاحتفال بالنجوم والست اسيا المنتجه. القمر ده قاعد لوحده وكمان مفيش في ايده حاجه يشربها؟ مرسي، انا قلت ادخل اقعد في الفرندا لغايه ما اخلص السيجاره. يا بخت السيجاره دي، ليه ما سبتيهاش من ايدك الا وانت حطاها على بقي؟ انت باين عليك رايق قوي. محسوب جورج لفغالي والد صباح. اه، عروسه الليله. الليله دي كلها ما فيهاش عروسه غيري. على فكرة ما تشرفناش باسم حضرتك. أنا جيجي حمدي الرقاصة. رقاصة؟ وأنا قلت شفتك فين قبل كده؟ أنا كمان بمثل في السينما، أنت غاوي سينما؟ صراحة فيلم صباح هو أول فيلم أدخله. طب بتخش كباريهات؟ أخش أي حتة علشانك يا جميل. يا وعدي. ازيك يا ادريس؟ اهلا اهلا يا استاذ، نورت الحفله، اتفضل. واحده ثانيه. استاذ عبد الوهاب وصل. اهلا اهلا يا استاذ عبد الوهاب، انا مش عارفه اشكرك ازاي انك جيت. انت عارفه يا اسيا اني مش غاوي حفلات، لكن انت بالذات ما اقدرش ارفض لك طلب. انا متشكره جدا. صباح تعالي سلمي على الاستاذ.
استاذ عبد الوهاب. اهلا اهلا يا صباح، انا شفت الفيلم حقيقي هايله. ربنا يكبر بخاطرك. اسيا عارفه كويس اني ما بعرفش اجامل، انت الوحيده بعد شاديه اللي هتبقي مطربه شاطره وفي نفس الوقت ممثله شاطره. دي شهاده بعتز بيها يا استاذ. بس احنا عايزين شهاده تانية، عايزين الاستاذ يلحن لك غنوه في الفيلم اللي جاي. غنوه واحده بس؟ يا ريت يلحن لي الفيلم كله. وطي صوتك لحسن الصنباطي يسمعنا. اهلا، تفضل تفضل يا استاذ. لم يفهميني، انا ممكن لاقي بطل تاني لمسرحيتي، بس مش ممكن لاقي حدا غيرك لالي انا. لم يا صراحة انا ماني جاهز لموضوع الزواج هلا، وانت بتعرف انه عائلتي كبيره وانا مسؤول عنهم. بالنسبه لالي رح تبقى حلمي كتير حلو، خلص قبل ما يبلش. ايوه نعم استاذ بركات. صباح الخير يا اسماعيل. انت ايه اللي جابك بدري كده؟ بدري من عمرك، الساعه 10 الصبح. ايوه يعني الفجر طلع خلاص. انا ما نمتش من امبارح يا اسماعيل. تبقى اكيد جايب لي فيلم جديد بعد ما كسرت الدنيا في فيلم القلب له واحد. يوه انت باين عليك لسه نايم يا اخي، صحصح شويه، عايزك في موضوع مهم اهم من الفيلم الجديد. ايوه انا زهقت من العزوبيه يا اسماعيل وقررت اتجوز. يعني اخيرا هفرح فيك انت والاستاذه اسيا؟ لا يا سيدي، هتفرح فيا انا لوحدي. قصدك ايه؟ انا واسيا اسماعيل ما بناش ننفع لبعض. اسيا عايزه واحد ما تسمعش منه غير كلمه حاضر طول الوقت. ايوه يا استاذ، بس يعني لو في مشكله بينك وبين الاستاذه اسيا نحاول نحلها. يا اسماعيل انا مش جاي اشتكي لك من اسيا، انا جاي لك عشان تتوسط لي عند الانسانه اللي عايزه اتجوزها. عايزك تبلغها اني بحبها واني هعمل المستحيل عشان اسعدها. وهو حضرتك لسه لحد دلوقتي ما قلتلهاش انك بتحبها؟ هقولها امتى بس يا اخي، احنا طول الوقت بنصور، ولو كنت قلت لها عن حبي اثناء التصوير كنت ربكتها ووترتها، وده يا اسماعيل اول فيلم في حياتها. اول فيلم في حياتها؟ فردوس محمد، بس دي عملت افلام كتير قبل كده. وانا هتجوز برضه فردوس محمد يا اسماعيل؟ امال تقصد مين؟ ده قصدك صباح؟ ايوه اسماعيل. وعايزني اقول لها انا الكلام ده؟ يا اخي ما انتوا صحاب، وبعدين دي هتسمعك كويس. ايوه يا استاذ، بس هي اسماعيل هو في حد تاني في حياتها؟ لغايه دلوقتي ما اقدرش اقول فيه او مفيش، لازم اسالها الاول. طب يا اخي اسالها بسرعه ورد عليا. اعمل معروف يا اسماعيل، الموضوع ده يهمني قوي، يهمني قوي يا اخي. مساء الخير يا سمعة. اتأخرت كده ليه؟ ما قدرتش انزل قبل ما بابا ينام، اصلي ما قلتلوش انك عازمني على العشاء. وحتى لو كنت قلتله ما كانش هيصدق، اصلها اول مره اعملها في حياتي. او كان هيجي معايا عشان يتعشى على حسابي. الحمد لله انه ما جاش، يا احسن خبطتين في البق توجع. مش شايفها غريبه شويه اني اعزمك على العشاء وفي المطعم الشيك ده؟ ايوه، اصل انا محضر لك مفاجاه كبيره وعايزك تجمدي لها قلبك شويه. تعرف ان انا كمان محضره لك مفاجاه؟ عايز نبتدي مفاجاه مين الاول؟ حلو قوي، تبداي بمفاجاتك انت الاول، اصل انت لو سمعتي مفاجاتي مش هتقدري تنطقي بعدها ابدا. مساء الخير. مساء بسم الله الرحمن الرحيم. بيطلعوا امتى دول؟ وجدي ايه، شفت عفريت ولا ايه؟ يا راجل بقالنا 3 سنين انا وانت صحاب، ما فكرتش تعزمني على واحد شيء واحد ربنا وجاي الليله دي تعزم صباح على العشاء كده مره واحده؟ انت عرفت منين ان انا هنا؟ ما هي صباح عملت باصلها وطلعت اجدع منك وقالت لي. بقى كده؟ ما هي دي المفاجأة اللي قلت لك عليها. بقى توفري لي حساب أبوكي وتجيبي له بداله وجدي. عشان صعبت عليا، بابا كان هياكل قد وجدي 3 مرات. لا بالعكس يا صباح، بقى النهاردة نفسي مفتوحة على الآخر. جرسون تحت أمرك يا أمر بيه. بقول لك إيه، هات لي كل المنيوهات اللي عندكم. من عينيا حاضر. أديني وريت لك مفاجأتي، قول لي بقى إيه مفاجأتك؟ لو أنت كمان كنت محضر لها مفاجأة فوق العزومة يا سي إسماعيل. أيوه يا سيدي، بس ما اعرفش انها عزمك على حسابي من ورايا. انا هروح الحمام واتخانقوا انتوا على راحتكم بقى. مفاجاه ايه بقى اللي كنت محضرها لصباح يا اسماعيل؟ انت غريب قوي يا اخويا، هو انت اسمك صباح؟ يا اخي هو انا مش بقول لك كل اسراري؟ ايوه بس دي مش اسراري انا. امال الاسرار مين؟ مالكش دعوه، وبعدين انا متغاظ منك اساسا عشان صباح عزمتك على حسابي من ورايا. طب بمخك النور ده ما فكرتش هي ليه عملت كده؟ لا، هيكون ليه يعني؟ مش يمكن يا اخي بتحبني زي ما بحبها؟ بتحبها؟ يظهر اني وقعت يا سمعة ومحدش سمع عليا.